الشعبي هنا، الشعبي هنا، الشعبي كده. معلش انا مش سامع حضرتك خالص جوه. اه ده مش هو عموما القاعه دي هنا انسب يعني. طيب عايز افكرك يعني ان ايه ده. لا مش هو، دي بس تخيلات. هو العريس انت طالع مجنونة؟ لا يا فندم مش مجنونة ولا حاجة، بس مش هو. هو بصراحة يعني حاجز قاعتين، بس هو مأمنني أمانة إن أنا ما أجيبش سيرة لحد. ماشي مش هقول لحد، أنا أصلا مش تاني. ربنا يصلح حالي. عملت ايه عشان اجي؟ جميل شوفي 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 ما تشوفيش. قلت لك 100 مره ما تحطش صور قبيحه على تليفونك يا سافل. التليفون خرب يا خراشه. مين اللي عمل فيك كده؟ والله لخلي امي تذبحهم وتشفيهم. انا سايب امك للتقيله، بس انا اتحديت الموت ووقفت في وش القمر. الخطر الخطر عشاني، وانا على صدقه واحده. دهب 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 ده 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 دهب دهب. كان الكلام من فترة. كان وقت الوقت معايا اليوم ده. هتلاقي عجب مين عجب؟ والله عشت وشفتك يا لميت عريس. يا دهب يا حمزة. حمزة شفتك عريس. طيب يا دهب أنا حبة كده وراجع لك، بس أشوف بنطلون لخالي بدل اللي هو الفضايح اللي عاملها لنا دي وأجي على طول. لا ما أنا خلاص سترتها بفوطة. خلاص سترها. سطر ايه؟ ما ينفعش يا خالي، لازم اشوف لك بنطلون تاني عشان ما ينفعش تقف كده في الفرح. اه صحيح، استر خالك يا ابن ربنا استرها معاك. شفت؟ ماشي يا حمزه، ما تعوقش. عد من 1 لـ10 هتلاقيه لي قدامك. قلبي يا رب. موت اهلك. هنستر خالك بس. ربنا يستركم.